نمشي لحطاب. النازل من الصباح هجموا على حطاب. هجموا على حطاب وفي الهجوم كان عندهم كم حاجة من ضمنها دارين يطلعوا وغود، تناكر بتاعت وغود. ليه؟ لأنه الناس دي قاطعة يابسة، الناس دي يابسة، جنوب الخرطوم المناطق يابسة وغير جنوب الخرطوم حتى الجزيرة المناطق دي يابسة، دارين يطلعوا وغود. الصباح مسكت منهم أربعة تناكر، استلموا منهم العربية وكده الدق ها 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 ها، تاني عادوا الكرة جوا ثلاثة محاور، محورين يدقوا فيهم دق صح ما عندهم فيه أي حاجة، المحور الثالث يا هلا كان شوية، المحور الثالث كان فيه مشكلة، كان فيه مشكلة، لكن الآن الحمد لله الارتكازات قاعدة، الوضع كويس، الارتكازات مأمنة، الجنجويد بعيدين جدا جدا، في مناوشات من بعيد، الطيران اتدخل، دق الناس ديل دق عنيف جدا جدا جدا، دقاهم دق ما طبيعي. دقاهم دق ما طبيعي، من الخسائر اللي كانت في الوقت ذاك قبل ساعة كان عندهم ستة تاتشارات دين جغمت بالطيران. واستلموا تاني منهم تانكر. استلموا منهم تانكر. واستلموا منهم عقيد خلا. العقيد خلا ده استلموا حي. استلموا حي. وفي أخبار أنه إصابة قريب حميدتي. إصابة قريب حميدتي الغايد بتاع بحري كلها. اسمه موسى منو كده ده قريب وصل. الآن الوضع هناك، الوضع هناك مطمئن جدا جدا. الارتكازات في مكانها ومؤمنة تمام التمام، الطيران فوق، في مناوشات من بعيد يعني ما مؤثرة. لحد هنا ده الحاصل بالحرف. ارتكازات موجودة مأمنة تمام التمام. نازل بعيدين رجعوا، في مناوشات من بعيد ما عندها أي تأثير. جيشنا صحيح. الرسالة اللي حصلت الليلة في حطاب مفروض الليلة بالليل الجيوش بتاعت بحر تتقدم، لأنك انت قدعد. احنا قبل كده تكلمنا وقلنا الكلام ده، قلنا الارتكازات بتاعت حطاب دي بتتسابق عشان الارتكاز بالشاكل والكلام ده، قلته ولا ما قلته؟ قلته. ليه؟ لأنه فيها مدة وفيها بيع وفيها أي حاجة، قدر ما تخلي ناس وقاعدين سنة وحاجة وظروف صعبة والحياة بقى صعبة وحكايتهم بالبلاء، يعني الواحد لو قدم 100,000 راتب ما بغطي، أهله هناك محتاجين، الأهل نزحوا دارين حق الليجار، الدارين حق لك إلى الدنيا برا غلط محتاج، لو جاء الشيطان ادك كلمتين ببيع. الكلام ده بنقوله بالواضح والصريح. انت حتخليهم تحبسهم في منطقة شيطان ما حيجون، حيجون الشيطان، تتحمل النتائج انت الحابس. الآن طوالي تتقدم، ربنا دي مرر ليك، طوالي تتقدم، ما عندك حلد، طوالي تتقدم، عندك قوة كبيرة. هون جوك بكم؟ كم جوك؟ 4,000 3,000 2,000 5,000 انت عندك كم؟ 30 كم؟ 20,000 ما معروف كمية بتاعت ألوف مؤلفة، لو دار تنتهي منهم بتنتهي منهم. مفروض طوال الليلة صلاة الصبح تكون في بحري، ده اللي بنعرفه. طالما هون جوك تمش لهم طوالي قدام، في شنو؟ خايفين على شنو تاني؟ هتقعدوا تخطون جوا، هيجيبوا المدافع وحيضربوك بالمدافع وكل يوم يجوك وحيشتروا هنا واكيد وانا بقول لك اخصم لك عليها غصب. يعني جوك ساي بدون عميل؟ والله كطيب، والله بعميل. ومن جوا والناحيه جوا بيها ودخلوا بيها والله بعميله. تي اصلا ولا يشيلك فيها شكك، ولا يشيلك فيها ذره بتاعت شكك. الجنجويد ما بيمشوا مكان الا مضمون مليون المية. ضامنين انه في جيبهم كده، خاتين انه في جيبهم حتين يتقدموا. كلام ده ما بيمر، ده ما احنا شفناه وجربناه، انا عارفينه. كان هون رجال احنا عارفينه. كان بيعرفوا رجالا احنا عارفينه. كان عندهم ذرة بتاعت رجالا احنا عارفينه. يعني الجنجويد ده قاموا من الصباح يتفكروا في خط انسى. الكلام ده ما كده، الكلام ده اتفاق. في بيع؟ في واحد بايع، اثنين، ثلاثة ما معروفين. لكن في تمشي السما تطلع في دي ما دارت اثنين ثلاثة. حطاب دي مليانة جيش، ما جيش جيش، في ارتكازات متقدمة وفي أي حاجة. الناس بتراجع، الاستخبارات تراجع، لكن القعاد الآن ثاني ما منه فايدة.
الجعال والتأخير ما منه أي فائدة قدام بس. جنجويدي ما عنده حاجة، جنجويدي الليلة لو جاك بيه معلومة، لو جاك بيه طابور جوا، لو جاك بيه حاجة. في أصلا ده ما في حاجة، وإحنا عارفين ناس قاعدين لهم سنة وستة شهور والشيطان لا في حوالينهم، يعني خلاص ما حلش. ناس بيشاكلوا عشان يمشوا الارتكازات، بيشاكلوا قبل اليوم ده بيشاكلوا، وانت ارتكازك وانا ارتكازي، ويبيع الارتكاز والدين ارتكازك وانت ارتكازك. الارتكازات دي فيها شنو؟ ازالهم قول لهم فيها شنو؟ ما نحن احنا البلد تضيع، نقعد نتفرج ونعاين وبلد تضيع؟ زي ما قبل كده استلموا العلفون، لما نستلموا العلفون عملوا شنو؟ وصلوا مدني. أسي لو مشوا استلموا حطها بمش وين شندي؟ بهنا خلاص أمنوا الطريق. انت حتقعد تحارسوا ليه؟ تقول لي احنا صدينا بعد سنة وستة شهور. صديت شنو؟ صدت لك ما تعمل مليون أربعين خمسين عربية ما تعمل، وانت عندك آلاف مؤلفة كدر مليانة حطاب مليانة. انت هنا لو صديت وقلت لي صديت، انا ذاته بشوف فيه مشكلة. صديت شنو بعد كده؟ بعد كده ما في صديت، في هجمتها، في هجمنا، في مشينا تقدمنا. الان انت مدي مساحة، مدي مكان، حيمش وين؟ حيجر على العزبة، حيجر على هنا، ما عنده حاجة. حيقعد مية سنة حيجي يطلع بجلده، مجرد ما انت تتحرك كلهم بيرموا شايلينه وبيجروا، لانهم كلهم مدعونين وشفناهم بعينك بيلك وهم ماشيين. اولاد صغار ديل حينتصروا على جيش عمره 100 سنة؟ ديل حيقدروا ينتصروا على جيش عمره 100 سنة؟ لا. حيمشوا كده عشان يحاربوا جيش عمره 100 سنة؟ لا. طيب انا بكتف لهم الجيوش ليه؟ وبخدها لون جوا، معناتها في عيب. الان ربنا عداها والحمد لله، الهجوم انتهى والقصه انتهت، لكن من بكره صباح الفجر مفروض الغرار يكون قدام. بالنسبه للطيران في المناطق الثانيه، الطيران شغال في وضعه جنوب الجزيره، في عربات لموهن وفي مناطق، وفي رفعوا احداثيات الناس من الناس اللي هناك بتاعنا الجزيره 22 عربيه كلهم دنيا زايله في جنوب الجزيره. اي عربيه متحركه الان الطيران مال السماء، اي عربيه متحركه في طيران في اي مكان قبيلك فيه مليط، ثلاثه طيارات في زمن واحد. اسالوا اي زول من مليط يقول لك الكلام ده، ثلاثه طيارات في زمن واحد في مليط، ما واحده ولا اثنين، ثلاثه. يعني ده بيضرب وده بدبل، ده بيضرب وده بدبل، يعني شغل مرتب. يعني الضربة بين الضربة فريقة 5 دقائق، فريقة 5 دقائق. إمكانيات مهولة. خلاص ضربوا من ليط، قالوا في قيادات أجانب طوال صدق، ما تقول لي صدق، لأن المرة فاتت لقينا الليبيين ديل وين؟ يوم عجين جويد وانجغموا جوا الفاشر وببطاقاتهم. الآن لقوا أجانب في صدق في أجانب، دي أصلهم ولا شيء لك شكك، صدق طوالي أي لقوا أجانب انجغموا مع الناس أجانب، شافوهم شوف العيد، شافوهم منو؟ شافوهم الناس من الليط، ناس من الليط وصلوا الخبر لأهلهم. الناس الفاشر عندهم أهلهم، ناس الفاشر بيجيبوا الخبر للناس، الكلام واضح. يعني ما تقعد تكذب تقول ما عادي. قال لك الجنسيات اللي قالها لك اي صدق طوالي. نمشي لحاجه اخيره، الخبر بتاع الصين بتاع برهان طبعا حقيقي، اي الخبر حقيقي ومؤكد انه ماشي الصين، وفي مؤتمر بتاع الصين ومع افريقيا وتجاره وكده وحاجه كويسه، انفتاح للعالم، المحور الثاني المحور الشرقي، انفتاح عليهم انفتاح كبير جدا جدا جدا، كويس بالنسبة لنا وممتاز جدا جدا، خطوة كويسة. وياريت بهناك يمر موسكو ويديها طلة، وياريت يجي من موسكو ينزل في إيران، ومن إيران يديها تركيا، ومن تركيا غطر. دي المحاور اللي بترفعك السماء. جاور سعيد تسعد وعاشر الشيطان تموت هم وتموت غم وتموت فقر. هم 4 سنة كنا بعيدين، ما عندنا علاقة بالشيطان للدرجة دي. كان محورنا حتى لما كان البشير فيه كان المحور بتاعه معتدل.
مجرد ما لقى في العدادات وبدأ يسمع ويطرد سبحان الله يطرد اللي قال لا اطرد الايرانيين طردهم وهم مشوا عملوا علاقه مع الايرانيين قال لك في الاستفاره النازل وهم فتحوا لهم سفاره يا جماعه الناس زي قدروا ما يشوفون ان احنا عندنا علاقات حلوه بيحسدونا لكن المشكله قياداتنا ما بتفهم ما واعيه مغبيه ما عارفه الشغله ما واضحه اطرد الايرانيين الايرانيين جو صالحوا الايرانيين قبلينا احنا حاربنا عشانهم جو صالحون قبلينا تاني انا تاني بخاصم لي دولة عشان خاطر دولة تاني بقاطع لي دولة عشان خاطر دولة لا لا لك التحية بسين وكلامك جميل جدا مسفجل دزات لي جيش مخلو الى الان وجنجويت شغالين يزودوا بالوقود اخوانا مصفى دي انتهى اجرموا بالفيها ذات عشان نرتاح من هاج اسم مصفى مصفى كل يوم عاولين زاج بالمصفى ده والله يا اخوانا ممكن اخد جيش لي الان يقعد يدافع وجنجويت في اضعف حالاتهم ومشكلة بتاع خلايا النايم أو الناس القاعدين جوا المؤسسة العسكرية دي مشكلة كبيرة جدا والله ده أكبر تحدي موجود داخل المؤسسة العسكرية حقيقة جنجويدي لو ما عنده معلومات استخباراتية مؤكدة 100% ما ممكن يتجرأ إنه يمشي يهاجم معسكر أي مكان كل تحية لنسور الجو يعني أنتوا قايمين بشغل كويس جدا لكن الآن كلكم أنتوا شايفين الدويلة والمنظمات الدولية والأحزاب السياسية ديل تابعة لجنجويد ديل شغالين حملات ثقيلة جدا لحظر الطيران فالجيش اخونا لازم ينزل الارض لانه شغل تيران برا ما بحسن مناطق بتاع المليت وكبكبية وكومة مناطق ديلة بقت بؤرة بتاع جنجويت فلازم يتنظف لازم يتبلوا الجماعة ديل بل صح وكلام موجه للمشتركة ديل قدام بس انتو ماشيين كويسين وان شاء الله نطمع وعاوزين المزيد فربنا ينصر قواتنا الشعب المسلح